بظل الضغوطات الحياتية، أثبتت الدراسات العلمية أنه تفكيرنا هو اللي بيصنع حياتنا لناحية النجاح أو الفشل والصحة والمرض. هذا هو جوهر التفكير الإيجابي أو البوزيتيف ثينكينج. ضيفتنا إليان مزهر كانت واحدة من الأشخاص اللي بيعانوا من عدم السيطرة على غضبهم. غيرت حياتها وشخصيتها بواسطة فكرة وتحولت لمدربة على التفكير الإيجابي والعلاج بالإيحاء. رح نتعرف عليها بهالتقرير. كل نفس عم بتفوته عم بتفوته ريلاكسيشن بيس ريلاكس. كل نفس عم بتطلعوه عم بتطلعوا كل التنشن كل الهموم. حسين حالكم مبسوطين، حسين بالسلام وفرح. قالي 3 سنين عم بشتغل بالهيبنوسيس بعد ما اختبرتها. واو، كان عندي نظرة كتير مختلفة، سحر وشعوزة ما في شيء منا. هيدا الهيبنوسيس نحن عايشين فيها داي دريمي، يشرد عقلنا عدة مرات. اسمعوا شعو، يمكن انتوا على البحر وتشوفوا حالكم ماشيين على الطريق وعم تلحقوا اللي بتحبوه. قبل كنت عم بشتغل محاسبة وصلت لمركز شيف اكاونتنت. اخر شيء شفت عم بيجذب كتير مشاكل بحياتي، كل شيء مشاكل مشاكل. رجعت انه فجأة انه لا، هذا ما بحبه، وبحبه بيجذب كل شيء بوزيتيف بحياتي. تركت كل شيء، ما رديت على حدا ولحقت ماي باشن ماي لاف. كل سيشن عم بقدمها للكلاينت وللعالم عم بأكد لحالي وعم كفي الطريق لأوصل للهدف انا اللي رسمته بحياتي. نرحب بإليان مزهر معنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك إليان. أنت المفروض تعمل جروب سيشن هون. كلياتنا بدنا شوية نحاول إنه نضبط أعصابنا لفترات متفاوتة. أنا كنت إنسانة كتير بغضب بسرعة وبقول حكي وبندم عليه، بس هيدا من زمان إنه كتير صغيرة. واحد بيعلم حاله. أنت كيوين كنتي وكيف صرتي؟ عادة الأهل والمجتمع بيبرمجوك بحطوك بخانة معينة بقنعوك انه هيدي بتحبيها. توصل لمرحلة انه عم تجذبي كتير مشاكل بحياتك، بتتأثر بالشغل بحياتك الخاصة مع الاهل، انه بتعيشي بستريس وتوصلي غضب اوقات. بعدين بتكتشفي انه لا، ما هيدا الاختصاص ما بحبه، ما بدي اياه، عم بيجذب كتير مشاكل بحياتي. جربت جلسة واحدة علاج ايحائي بيقولوا هيبنوسيس، كان قبل يقولوا تمييز مغناطيسي، هلا صار في نقابه وصار اسمها العلاج الايحائي. جربت سيشن انه في اغلب اوقاتنا انه المشاكل هي التشايلد هود. الطريقه اللي بالاثنين عملت فيها هاي الشغله، هيدي عملتها بجلسه. كنت على اساس زبونه عم بعمل جلسه وقت شفت واو، اكتشفت حالي، اكتشفت شخصيتي، عرفت شو بدي بالحياه. لا ما بدي بقى محاسبه من جلسه واحده. ما بدي، فتت على هذا الاختصاص وتدربت، صار في تدريب متكاثف. لا اخذت شهاده من برا من امريكا. انا بس افهم التنويم المغناطيسي والعلاج الايحائي، يعني الان انك لما تروحي للعلاج وهو عاده اكثر من جلسه، عاده عدة جلسات اتوقع. مزبوط، بين جلسه وعشر جلسات حسب ما كل حاله بنشتغل عليها. بس تطلعي مثلا انا ايش صار فيه وانا صغيره، وهذا هو دائما يعني وانا نايمه حقدر اقول الحقيقه انه انا كيف. انت ما بتكوني نايمه؟ ما بكون يعني على بكره وقت بتوعي على بكره جسمك مرتخي سامع حواليك، بتكوني بهيدا الحاله، حاله استرخاء، بتكوني واعي بس مركزة على الاشي معينة عم تحليها. هل في حاجات غير ان انا اقعد انام واطلع اللي جوايا؟ في طرق تانية اعمق توصل للروت اكتر؟ طرق علاج اخرى اكيد. وقت بنعمل الجلسة نساعد الكلاينت ليحل المشكلة، بنعلمه السلف هيبنوسيس وهو ساعد حاله. بنساعده للكلاينت بعد ما يحله يعمل فورجيفنس لغيره لنفسه، مسامحة
لنكفي طريقنا بالنهاية، ما نكفي طريقنا ما نشدنا على القنين مزبوط، فلازم يغفر مزبوط غفران. هون ببلش انه كل سيتويشن من عنه يعمل سيلف هيبنوسس وقت بيوعى بكرة او بينام ياخد حاله على مطرح كتير حلو بحبه، بحس بالسلام بفرح، وبلش يعطي لحاله يتعود يقول بوزيتيف. واحيانا عشان انت علقتي لي على مفتاحي، احيانا لازم تذكر نفسك يا تلبسي يا تذكر نفسك انك تكون ايجابي. فانا قررت البس هالمفتاح مكتوب عليه بليف بليف بليف، ان مو بس يسيد يعني بس صدق. صدق انك انت سعيد، انك انت ناجح، ان تعيشينها يوميا تعيشيها. سبحان الله، يعني تسمع على وشها كل هرستي الاستوديو ذبذبات ايجابيه، ترستيها ذبذبات ايجابيه، ما اعرف شلون اشكرك. شكرا على وجودك معنا في الاستوديو، وان شاء الله المشاهدين يسمعون ويمارسون هالعادات الايجابيه الحلوه اللي ممكن تملي حياتكم سعاده وسلام.